موقف الوبائي في عاصمة إقليم كردستان أربيل. تنضم إلينا الزميلة سليل العصام لتحدثنا عن الموقف الوبائي واستمرار ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا. أهلا بك يا سليل، تفضلي لك الكلمة. نعم، مساء الخير. بداية ومع إعلان منظمة الصحة العالمية عن خطر كبير بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما يزال إقليم كردستان يسجل إصابات كبيرة بهذا الفيروس، حيث لليوم الخامس أو السادس على التوالي تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بهذا الفيروس في عموم أنحاء إقليم كردستان. مدينة أربيل وحدها سجلت أكثر من 461 إصابة بهذا الفيروس. أيضا عدد حالات الشفاء وصلت إلى 400 حالة في أنحاء إقليم كردستان. مدينة أربيل سجلت 124 حالة. أما عدد الوفيات في الإقليم فوصلت إلى 20 حالة. في أربيل تم تسجيل 6 حالات فقط. أيضا من ناحية أخرى، فقد تشهد مدينة أربيل اليوم مهرجان كبير للسينما للشباب. طبعا هو مهرجان سنوي يقام سنويا، لكنه تأخر هذه السنة بسبب فيروس كورونا. سوف يقام اليوم، والذي سيجمع عدد كبير من المواهب الشبابية فيما يخص السينما، وسوف يعرض الأفلام القصيرة الشبابية من جميع أنحاء إقليم كردستان. أيضا من المقرر أن يقوم برلمان الإقليم خلال الأسبوع الحالي بجلسة لمناقشة عدد من مسودات القوانين. أيضا سيكون هنالك مناقشة لمسودة قانون هجرة الشباب أو تقرير هجرة الشباب بحضور حكومي يتضمن عدد كبير من الوزراء بضمنهم وزير الشباب. نعم، يعني هذا ما لدي اليوم من مدينة أربيل. نعم سليل عصام من أربيل، شكرا لانضمامك إلينا.